أصغر سنا. صغيرة كتير وهي صغيرة. وأمورة؟ أمورة كتير وكتير صوتها حلو. بتغني كلاسيك، يعني حنستمتع بطعم مش حننساه للموسيقى الكلاسيك التركي. يبقى خلينا نقولها أهلا بيكي يا سنيها. سنيها الله 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 صباح الخير. صباح الخير سنيها هانم. جود نايدن. اخبارك ايه؟ ايه سان نصل. صباح الخير، شكرا جزيلا. انا بخير. الورده كويسه وانت ما في احلى. لا يعين هي مش باينه قوي في الاسود بتاعي، بس عندنا ورد النهارده بنستقبلك بيه. ايه وانا كمان جلاله كارشلير. سوبر. انا احب الاسود، اللون الاسود. انا ايه رايك بقى اللون الاسود مع الجمال اللي دخلتي بيه النهارده؟ وصباح الخير. والله الله عايزه اسمع اغنيه انا، وبعدين نبتدي كلامنا. حالا حالا. اتفضلي. تمام حاضر حاضر. Canım sen. Çok teşekkür ediyorum. Bize sağlık.
حلوة جانم سن. تفضلي روحي انت. اخبارك ايه بعد الاغنية؟ لازم بقى في تغيير يعني. الموسيقيين لانه الاوركسترا شي بياخذ العقل. هي صوتها حلو ما شاء الله. كثير معروفين الاوركسترا تبعتنا. هم كمان ما شاء الله عليهم زي ما قلنا كل حد فيهم استاذ. من الاوركسترا لبنت عندها 11 سنه قد كده اهو بدات الالبوم الاول يعني. انا عايزه اعرف دي عملت ايه مع اول طلعه ليها في المسرح واول تحضير البوم. Şöyle başladı. Aslında ilk ablama yapılacaktı albüm. Ondan sonra ailece görüşmeye gittik sevgili muhteşem Candan'la. Gittik ablam dedi ki... Albüm الأول كان المفروض أن يكون لأختي الكبرى ولكن قالوا لي أولا لي أقرأ أغنية واحدة فقط. أنا غنيت أول أغنية وكنت منحرجة جدا من الغناء لذلك قيل لي تترك الأخت الكبرى الغناء ولكن لنعمل ألبوما للأخت الصغرى ولذلك بدأ الألبوم أول ألبوم لي في عمر 11 وهذا ألبومي الرابع الآن والحمد لله اخترت هذه المهنة وأنا أحب هذه المهنة وأتمنى أن يبقى صوتي هكذا وهكذا إن شاء الله دايما إن شاء الله. ربنا يحمي الصوت الحلو. بس أختها ما زعلتش منها ياسمين؟ ها آمين آمين ما أثرش على العلاقة خالص أبدا لم تغر أختي الكبرى لم تشعر بالغيرة. نحن كأخوات نحب بعضنا البعض. هي لم تشعر بالغيرة ولكن هي أيضا قامت بعمل ألبوم آخر. شجعتها وهي اختارت تتجوز وتصير ربة عائلة. ده حب يا ياسمين. ايه طبعا حب بين الإخوات وحب بين الأصحاب كثير مهم جدا. ايه طبعا الغيرة بشعة. طب ايه رأيك بقى من الحب للعيلة الفنية؟ كل عيلتها فنانين ما شاء الله. الحياة داخل عيلة فنية عاملة ازاي؟ شيء جميل جدا أن يكون الشخص من عائلة فنية وأريد أن أبين كيف بدأت. أن والدي يعمل في قناة TRT الآن وأبي كان يعزف الكلارنيت وأمي كذلك كانت تهتم بنا وتعلمنا الغناء لذلك بدأنا بهذا الشكل وبدأنا من عائلة فنية وأنا أحمد الله لأنني جئت إلى هذه الدنيا من عائلة فنية. زينات بتشتغل. أشكر شكرا جزيلا. لما يكون في شيء يعني بالعيلة. بالعيلة بالجينات يجي على طول. طب من الجينات من فنان لفنان ويلا. كريمة أنا جمدة. أول مرة شفتها قلت لك الغنية هي اللي قالت عنه. شفتها عند الله يرحمه إلينور بلاكتا. شفتها واندهشت قديش قلت صوتها حلو قديش صغيرة قديش هيك من يمكن من شي 10 سنين. ايه 10 سنين طبعا طبعا 10 سنوات كنت كان عمري 11 عاما. يلا نقول 10 سنين. كانت اصغر من كده ياسمين؟ احس انني اصبحت عجوزه الان. كانت اصغر من كده ساعتها يعني انا حاسه انها اصلا ما زالت برضه يعني زي ما بنقول عليهم العشرينيات كتير. 11 و23 في فرق كتير كريمه طبعا ولا ما في؟ طبعا بس برضه يعني لسه صغننه يعني صغننه نعمه هي. نعم شكرا. نعم انا حجمي صغير وشعري كان اصفر وكنت
في عمر السادس عشر، في السادس عشر، وكانوا يسألوني، كنت أقول لهم أن عمري اثنا، كانوا يخمنون أن عمري 12، وإن شاء الله في المستقبل أبقى هكذا دائما. بعيدا عن الحجم شكلها كمان وشها صغير قوي فعلا، يعني 19 18 يعني حاجة كده يعني، ما شاء الله. وعلى فكرة دي من نعمة من نعم ربنا إن الواحد يعيش يا ياسمين السن طبعاً الصغير دايما من خلال ضحكته، ودي حاجة حلوة. شكرا. بحيكي كمان على صوتك الحلو عشان غير منه. ايه رأيك من الصوت؟ وطبعا كل الناس عندها أسئلة ليكي وحابة تعرف عنك كتير، وهنتكلم عن الألبومات يا سمسمة يا ياسمين، لكن عندنا ألبوم هنتكلم عنها، وانتظروا حديث خاص جدا كمان من ياسمين. حالا أغني. Yaşamak neye yarar? Bir tanem sen olmazsan bu dünya neye yarar? Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünürüm, yaşarım seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. ما بخاف إني بحبك، بخاف إني بضيعك. اوعي تخافي. يو أنا؟ اوعي. ما بخاف من شيء أنا غير. اوعي. من الخوف اللي مش موجود إذا كان الحب من القلب بجد، بس بنخاف إن إحنا نضيع. الأسئلة دي لسؤال عايز أسأله لضيفتنا بصوتها الجميل اللي موجودة معانا النهاردة. سؤالي ببساطة شديدة جدا يعني، إيه هو مشروعك اللي بتحضرينه دلوقتي؟ هنا هزر الكلان لك. أنا عندي تحضيرات جديدة ومشاريع كثيرة، ومنها ألبوم أحضره وأغني كثيرا، والباقي في البيت. خلينا ننتظر كل اللي هتقدميه، طالما الصوت حلو قوي كده والأداء جميل كده. بشكرك جدا طبعا على وجودك معنا، كل الشكر ليكي.
وشكر خاص للدكتور اللي نورتنا النهارده بوجودها معانا والاجابات على الاسئله اللي بتشغل بال كتير جدا من الستات ومن يعشق او يريد او محتاج لعمليات التجميل. كل الشكر ليكي نيلجون ارتوغاي. اشكركم انا ايضا. قد ايه معلومات قيمه، وان شاء الله يكون لنا لقاء تاني هنا في صباح الخير من اسطنبول، يكون الوقت بالنسبه لنا اكتر ونقدر نعرف اكتر من الجون هانم وسنيها هانم اللي نورتنا النهارده موسيقاها. وقتنا خلص خلاص، لكن بكره عندنا فقرات جديده وموضوعات جديده. 11 بالظبط ياسمين هتقولي الساعه 11 بالظبط هكون هون باذن الله اذا الله بيريد. اذا الله بيريد. وايه رايكم من الكلمه الحلوه دي لموسيقى ياسمينيه جدا طعمه خالص والخلطه السحريه العربيه التركيه؟ مين اسمها ايه؟ ياسمين. ياسمين ايه؟ ياسمين قدسي. نبتدي يلا ياسمين. Hey, hey.